الرئيس السيسي يزور اليوم محافظة المنيا لتفقد مشروعات التنمية. شكري يؤكد في كلمته أمام مجموعة العشرين على ضرورة تعزيز البنية الاقتصادية الدولية لمساعدة الدول النامية على تجاوز الأزمات. موسكو تطور استراتيجية عسكرية تستخدم الأسلحة النووية لحمايتها من هجوم أمريكي محتمل. العاشرة صباحا في القاهرة، نشرة أخبار جديدة من النيل، مرحبا بكم. يزور اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة المنيا لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها وبمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. شدد وزير الخارجية سامح شكري على أولوية تعزيز البنية الاقتصادية الدولية لمساعدة الدول النامية على تجاوز التقلبات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما حث أعضاء مجموعة العشرين على دعم توسيع انخراط بنوك التنمية متعددة الأطراف في مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شكري خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي. وأشار وزير الخارجية في كلمته إلى ما يواجهه المجتمع الدولي من أزمات متشابكة تتضمن التغير المناخي وأزمة الديون وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، لافتا إلى الحاجة لرسالة سياسية داعمة للاستقرار والتضامن الدوليين وحل الخلافات من أجل استعادة الاقتصاد العالمي لحيويته وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. عقد وزير الخارجية سامح شكري عددا من اللقاءات مع نظرائه على هامش أعمال مجموعة العشرين المنعقدة من نيودلهي، حيث التقى وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي ووزير خارجية الأرجنتين سانتياغو كافيرو، كما اجتمع وزير الخارجية مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي. كان قد التقى وزير الخارجية سامح شكري أيضا نظيره الهولندي فوبكي هوكسترا، وتناول اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز آليات التشاور والتعاون في شتى المجالات، ولا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعكس مصلحة البلدين وفي إطار الاحترام المتبادل بينهما. كما تبادل الوزيران الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتنسيق المواقف بشأن المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري. في تونس، شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال مشاركته بأعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، شدد على موقف مصر الداعم لمسيرة الاستقرار العربي والإقليمي. بالعاصمة التونسية انطلقت فعاليات اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة السيد محمود توفيق وزير الداخلية لتعزيز التعاون الأمني العربي وتبادل الخبرات في هذا المجال، بما يحقق الاستقرار في البلدان العربية في ظل المتغيرات والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وهو ما يتطلب تكريس الجهود المشتركة وتطوير الخطط الأمنية العربية وفقا لما أكده السيد وزير الداخلية في كلمته في الاجتماع، مؤكدا على موقف مصر الثابت والداعم للاستقرار العربي في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومحاولات نشر الفتن والفوضى. وتؤكد مصر على موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربي والإقليمي والحفاظ على مفهوم الدولة وصون وحماية المؤسسات الوطنية باعتبارها من المقومات الأساسية لتماسك المجتمعات والدول، كما يفرض الواقع أهمية تفعيل الاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية العربية، ومواصلة اجتماعات الخبراء العرب المعنيين بمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها كآليات تنسيقية عربية ضرورية لمواجهة تلك التحديات. وأشار وزير الداخلية في كلمته
إلى مخاطر الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر المستخدمة في إذكاء الصراعات بالمنطقة والهجرة غير الشرعية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون الأمني العربي لمواجهة هذه الأنشطة الإجرامية وكذا مواجهة التهديدات السبرانية في ضوء تنامي استخدام الفضاء الإلكتروني في الأنشطة الإجرامية والإرهابية. قد أولت وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بمجال الأمن السبراني وصرعت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التي ساهمت في استكمال الخطوات الطموحة للدولة المصرية في برامج التحول الرقمي، وترحب الوزارة بالتعاون المشترك لتبادل الخبرات وصقل المهارات في هذا المجال الأمني الهام والذي أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى أنواعها، وإدراكا بأن الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة الناتجة عن المتغيرات المناخية تتطلب من رجل الأمن مواصلة الارتقاء بقدراته وتنمية مهاراته، فقد قامت الوزارة باستحداث برنامج تدريبي متكامل في تخصص الحماية المدنية، ويسعدها مشاركتها أشقائها العرب في هذا البرنامج وبحث آليات تطويره. كما استعرض السيد وزير الداخلية استراتيجية وزارة الداخلية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها استكمال خطتها للارتقاء بحقوق الإنسان في المؤسسات العقابية من خلال إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل البديلة للسجون التقليدية. تستكمل وزارة الداخلية خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية التي تعتمد على الإحلال التدريجي للسجون التقليدية بمراكز إصلاح وتأهيل متطورة ومجهزة وفقاً لأعلى المعايير والمقاييس الدولية، وقد أكدت مؤشرات نتائج التجربة عقب مرور ما يزيد عن عام من إطلاقها نجاح البرامج المطبقة في إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً بما ساهم في دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين. وترحب الوزارة باستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للإطلاع على نتائج تلك التجربة. واستعرض وزير الداخلية أطر التعاون العربي في كافة مجالات العمل الأمني بخاصة فيما يتعلق بالأنشطة التدريبية المتنوعة التي تسهم في صقل مهارات الكوادر الأمنية العربية، مشيرا إلى استضافة مصر العديد من الفعاليات الأمنية والتدريبية العربية. ويعد الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب فرصة للاطلاع على التجارب الأمنية العربية وتبادل الخبرات ودعم جهود التنسيق فيما بينها لتحقيق الاستقرار والتنمية في بلداننا العربية. في القاهرة قام وفد الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية بزيارة إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية. نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات بمصر والدول العربية إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بهدف اطلاع الوفد على كيفية إعداد وتأهيل طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية. بدأت الزيارة بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، رحب خلالها بالحضور مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة متسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالات بما يمكنهم من خدمة الوطن والحفاظ على مقدراته. كما تضمنت الزيارة عقد ندوة تثقيفية تخللها إلقاء محاضرات بواسطة نخبة من الخبراء الاستراتيجيين وأساتذة الإعلام عن جهود الإعلام العسكري في إبراز دور القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في التصدي للأعمال الإرهابية بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار. ينعقد الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية العربية، وذلك في إطار عام الشباب العربية الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. هذا الملتقى الذي ينعقد في ظل الاهتمام بالإعلاميين الشباب وإصقال خبراتهم ومهاراتهم، لأنهم هم مستقبل هذه الأمة. دور الإعلام العسكري في الحرب والسلم ممكن أن تحدثنا عنه؟ أولا، مصطلح الحرب الإعلامية الآن هو واحد من أكثر المصطلحات تكرارا في كل الأدبيات وفي كل وسائل الإعلام. الإعلام الآن لم يعد مجرد أداة من أدوات الحرب، لا، ده بقى هو ساحة للحرب.
وشفنا انه كتير من التنظيمات الارهابيه، ودي نتائج لدراسات علميه اجريت في جامعات عريقه، بتقول انه كثير من التنظيمات الارهابيه تقوم بعمليات لمجرد ظهور الاعلام، وعدم تغطيه الاعلام لهذه العمليات تعتبر عمليه فشل، وبالتالي التاثير على الحاله النفسيه والحاله المعنويه وتحقيق رواج اعلامي من خلال هذه العمليات مساله مهمه للغايه. حضرتك سالتيني سؤال مهم فيما يتعلق بدور الاعلام العسكري في السلم وفي الحرب. الحقيقه هو دور مهم جدا، وهو الحفاظ على الروح المعنويه، الحفاظ على وصول المعلومات الحقيقيه والموثقه للجمهور في كلتا الحالتين. كما قام الوفد بزياره متحف الكليه الحربيه الذي يحتوي على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخيه، وكذا المرور على عدد من ميادين اللياقه البدنيه وتطعيم المعركه. وشاهد الوفد عرضا عسكريا أظهر مدى الانضباط الذي يتمتع به طلبة الأكاديمية العسكرية. وفي ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة. احنا النهاردة موجودين في الأكاديمية العسكرية المصرية، فخر لكل مصري ان هو يكون متواجد النهاردة فيها. احنا بننفذ ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية النسخة الثانية، طبعا برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا هدفنا ان احنا نخلق جيل جديد من الشباب الإعلاميين يكون صادق، يكون يتحرى الدقة في المعلومة قبل ما يذاعها، يكون عنده روح الوطنية، سواء ولادنا المصريين أو شبابنا العرب. إزاي نرجع القومية العربية بين الشباب عن طريق العلاقات وعن طريق الزملاء أو الشباب الإعلاميين دول. أنا سعيد جدا بتواجدي النهاردة في الأكاديمية العسكرية المصرية، وفخور جدا بتواجدي في هذا الصرح المصري الأصيل. معانا وفد القيادات الشبابية الإعلامية العربية. الزيارة السابقة كانت القيادات الشبابية المصرية، النهاردة القيادات الشبابية الإعلامية العربية بمشاركة العديد من الدول العربية معانا النهاردة. طبعا كان في فعاليات كتير جدا جدا، والولاد اتبسطوا جدا جدا بتواجدهم في مصر اللي هم الاخوه العرب، والمصريين اتبسطوا ان هم بيشاركوا في النسخه الثانيه لهذا الحدث الكبير جدا اللي اثر معاهم واهلهم فعلا ان هم يكونوا قيادات شبابيه على مستوى عالي جدا من التاهيل، بحيث ان هم يتكلموا فعلا عن الوطن بالمصداقيه وبالطرق العلميه الحديثه الاعلاميه اللي ما تخليهمش يتطرقوا لاي شائعات او اي جهات مغرضه او اخبار كاذبه او يعني. طبعا في البدايه شيء عظيم ان الدوله المصريه تحت رعايه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بتتيح الفرصه لقيادات شباب الاعلام في العالم العربي لزياره واحده من اهم قلاع العلوم العسكريه في الوطن العربي، وهي الكليه الحربيه، وذلك لتوضيح اليه اعداد طالب ينتمي للقوات المسلحه يدرك المسؤوليه الوطنيه والاجتماعيه ويحمل في وجدانه معالم الوطنيه لحفظ امن واستقرار مصر، وايضا ليس مصر فقط لكن العالم العربي بالعالم اجمع. نحن الان في الاكاديميه العسكريه المصريه وفي ارض الكنانه مصر، حضرنا على هامش ملتقى الشباب العربي الاعلامي هذه الزياره الكريمه، ونحن سعداء جدا بزياره مصر. مصر تعتبر بالنسبه لنا نحن اليمنيين ولجميع الوطن العربي العمود الفقري الذي يحمي جميع الوطن العربي. سعيده جدا اننا معكم وفي هذا الحدث العظيم. أكثر شيء أسعدني اليوم هو العرض العسكري الذي شاهدته وانثلجت صدورنا بذلك. صراحة أحسسنا أننا في أمن وأمان إذا كانت مصر في أمن وأمان. هنيئا لكم بمصر وهنيئا لمصر بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات واسعة من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وقعت غالبية الاعتقالات في مدينة القدس المحتلة، إذ جرى اعتقال 8 فلسطينيين من بلداتها داخل وخارج جدار الفصل العنصري. كما جرى اعتقال 4 آخرين من محافظة جنين، في حين جرى اعتقال فلسطينيين من الخليل بجنوب الضفة وآخر من بيت لحم. قال محمد شتية رئيس وزراء فلسطين إن ما جرى في بلدة حوارة
يعد امتدادا لسلسلة جرائم إسرائيلية بمحافظات نابلس وجنين والقدس وأريحا. في هذا البيت هو فعلا إن دل على شيء يدل على حجم الإجرام الذي يقوم به المستوطنين تحت رعاية الجيش وتحت حراسة الجيش، وواضح تماما أنه هذا الإجراء هو بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية، ولذلك ثلاث شركاء في هذه الجريمة: الحكومة صاحبة القرار السياسي، الجيش الذي يحمي، والمستوطنين الذين ينفذوا. هذا ما رأيناه هنا. استشهد الشاب الفلسطيني محمود جمال حمدان البالغ من العمر 22 عاما إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، حيث اعتقل 6 فلسطينيين بزعم تنفيذهم عملية إطلاق نار جنوبي أريحا يوم الاثنين الماضي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. وخلال عملية الاقتحام التي استمرت 3 ساعات أصيب 3 فلسطينيين برصاص الحي. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين بينهم 4 أشقاء ونجل أحدهم وجريح. ومع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ مساء الاثنين الماضي، تحولت مدينة أريحا الواقعة شرقي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يشبه مدينة أشباح، فقد أغلقت القوات الإسرائيلية كل مداخل المدينة بالحواجز العسكرية، وعملت على تدقيق بطاقات المواطنين وتفتيش أمتعتهم ومركباتهم، ما أدى لإعاقة حركة المرور لساعات طويلة في أريحا البوابة الوحيدة لسكان الضفة الغربية نحو العالم عبر معبر جسر الكرامة الواصل مع المملكة الأردنية الهاشمية. وبدأت الأحداث مساء الاثنين حيث أعلن مستشفى هداسة بالقدس وفاة إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها على مفترق طرق جنوب شرق مدينة أريحا. وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أن مسلحين فلسطينيين وصلوا بسيارتهم وفتحوا النار تجاه سيارة، ما أسفر عن إصابة الإسرائيلي الذي أعلنت وفاته لاحقا. وفي سياق ذي صلة ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 5 أشخاص للاشتباه بهم في هجوم شنه مستوطنون في قرية حوارة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تتوقع المزيد من الاعتقالات خلال التحقيق الجاري بشأن عنف المستوطنين في قرية حوارة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال زيارة للقرية إن الاعتقالات غير كافية، معتبرا أن الهجوم جريمة منظمة ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية وأدواتها المستوطنون. وظلت المحال التجارية في قرية حوارة الفلسطينية مغلقة بأمر من جيش الاحتلال وسط انتشار عسكري إسرائيلي مكثف. ومنذ بداية العام الجاري تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا ومقتل أكثر من 10 إسرائيليين في عمليات متفرقة. أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الإضراب الشامل اليوم في مدينة أريحا والأخوار شرق الضفة الغربية المحتلة، حدادا على روح شاب فلسطيني استشهد برصاصات إسرائيلية. كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد الشاب محمود حمدان متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بحثا عن منفذ هجوم أسفر عن مقتل مستوطن. قال نيت برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيل سموتريتش التي دعا فيها إلى محو قرية فلسطينية تصل إلى حد التحريض على العنف. تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز. نستنكر هذه التصريحات الاستفزازية التي تصل أيضا إلى حد التحريض على العنف. ندعو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين إلى رفض هذه التصريحات بشكل واضح. نحن ندين التطرف والإرهاب بشكل حاسم من أي طرف يقوم بمثل هذه الأفعال.
في تل أبيب استخدمت الشرطة الإسرائيلية قنابل صوت وخراطيم مياه لتفريق متظاهرين رافضين لما يعرف ببرنامج إصلاح قضائي كانت قد تقدمت به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الشرطة الإسرائيلية استخدمت قنابل الصوت وخراطيم المياه وعناصر الخيالة لتفريق متظاهرين خرجوا في شوارع تل أبيب وأغلقوا عددا منها احتجاجا على ما يسمى ببرنامج الإصلاح القضائي، حيث يرى المعارضون أنه خطة لإضعاف جهاز القضاء يندرج في إطارها مشروع قانون أقره الكنيست يحد من فرص عزل رئيس الوزراء. وبحسب القانون الذي أيده 62 نائبا في قراءته الأولى وعارضه 20، فإن سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون للحكومة أو الكنيست بأغلبية 3/4، ولن تتم إلا في حال وجود عجز بدني أو عقلي. وبعد تصويت عليه بالقراءة الأولى يعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلفة بتحديد ما إذا كان يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية. ويرى معارضون أن القانون هدفه حماية نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد ينفيها بدوره. كما تزامنت المظاهرات مع مصادقة الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، وينص مشروع القانون على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل. وعبرت المستشارة القضائية للحكومة عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجرى التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية المعروف باسم الكابينت. وقالت المستشارة القضائية إن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي. وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات في الكابينت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون. ويقول فلسطينيون إن الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرا تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين. واعتبروا أن مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام الفصل العنصري. وفي عام 1954 ألغت إسرائيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل في المحاكم المدنية رغم إمكانية تطبيقها نظريا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والخيانة والجرائم ضد الشعب اليهودي. في العاصمة العراقية بغداد دعا أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة دعا العراقيين إلى كسر ما وصفه بدائرة عدم الاستقرار. أعربت عن التزامنا الراسخ بدعم الإجراءات التي تفيد كل العراقيين من خلال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومن خلال كامل أجهزة الأمم المتحدة العاملة في أنحاء البلاد، والعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والحوكمة على كل المستويات لبناء الثقة، والعمل لتحسين الخدمات العامة والتصدي للفساد، والعمل لتعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة، والعمل على وقف كل الجهات الفاعلة العاملة خارج سيطرة الدولة. تزامنا مع مرور 20 عاما على سقوط نظام صدام حسين في مارس عام 2003، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى بغداد التي تعد الأولى منذ 6 سنوات، دعا العراقيين إلى كسر دائرة عدم الاستقرار ومواصلة العمل على طريق تحقيق الازدهار والحرية. غوتيريش خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبر عن تضامن المنظمة الدولية وتأكيدها على دعم العراق في توطيد المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لكل العراقيين. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكافحة الإرهاب أولوية قصوى للمنظمة من أجل منع عودة إرهابي داعش إلى العراق، مشددا على التزام المنظمة بدعم العراقيين للنهوض بالسلام والتنمية المستدامة. كما أكد غوتيريش
أن زيارته الحالية هي رسالة دعم للعراق، خاصة في ظل وجود حكومة جديدة، معربا عن امتنانه للدعم العراقي لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، ورحب كذلك بجهود العراق الرامية لتحقيق الاستقرار عبر الحوار بالتعاون والتنسيق الإقليمي، مؤكدا التزامه الكامل بالعمل الذي يحافظ على وحدة العراق. أفادت وكالة الإعلام الروسية أن موسكو تطور استراتيجية عسكرية من نوع جديد تستخدم الأسلحة النووية لحماية البلاد من عدوان أمريكي محتمل. ويعد هذا التقرير الأحدث في سلسلة من هذا النوع من التصريحات التي يدلي بها ساسة روس، مشيرين إلى أن موسكو ستكون مستعدة إذا لزم الأمر لنشر ترسانتها النووية الضخمة. وأشار التقرير أن الخبراء الروس يعكفون على تطوير شكل واعد من الاستخدام الاستراتيجي للقوات المسلحة الروسية، يتم فيه استخدام الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية الحديثة والأسلحة النووية وغير النووية، مع الأخذ في الحسبان أحدث التقنيات العسكرية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إن القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على كل قطاعات الجبهة في مواجهة القوات الروسية. نحن نبقي كل القطاعات على الجبهة تحت السيطرة. تلقيت تقارير من وحداتنا العسكرية من مناطق الجبهات المشتعلة. سيتم إيلاء الاهتمام بالمدن والمناطق التي تقع تحت القصف الروسي كل يوم وبشكل مرعب بالشرق. لقد انتهى فصل الشتاء. كان الأمر صعبا للغاية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة، لكننا سنعمل من أجل حل المشاكل المتعلقة بالطاقة. سوف نتخذ إجراءات من أجل الاستعداد للموسم المقبل. في محاولة لتطويق المدينة الصغيرة الواقعة شرقي أوكرانيا، تشن القوات الروسية هجمات بلا هواد على بخموت. وأقر الجيش الأوكراني أن العدو يواصل التقدم باتجاه بخموت، وقال إن محاولة اختراق الدفاعات الأوكرانية حول المدينة لا تتوقف. ومع تسارع التطورات الميدانية، قال ألكسندر رودنيانسكي وهو مستشار اقتصادي للرئيس الأوكراني إن الجيش الأوكراني يدرس كل الخيارات، وإذا اقتضى الأمر فسينسحب استراتيجيا من بخموت ولن يضحي بكل أفراده من أجل لا شيء. لكن رئيس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة يفجيني بريجوزين قال إن القوات الأوكرانية تقاوم بشدة في بخموت وتضحي باحتياطات إضافية مهولة في المعركة الدامية. وقال بريجوزين إن الجيش الأوكراني يدفع باحتياطات إضافية إلى بخموت ويحاول الاحتفاظ بالمدينة بكل ما أوتي من قوة، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من مقاتلي الجيش الأوكراني يبدون مقاومة شرسة. وقال محللون عسكريون إن القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراق بين قريتين شمالي بخموت هما برخيفكا وجاهندي، فيما وصفوه باختراق في الجبهة الشمالية لبخموت يشكل تهديدا واضحا للقوات الأوكرانية. وإذا تمكنت القوات الروسية من الاستيلاء على بخموت فإن ذلك سيمهد طريق لبسط سيطرتها على ما تبقى من مقاطعة دونيسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وهي واحدة من المقاطعات الأربع التي ضمتها روسيا إلى أراضيها العام الماضي في خطوة لم يعترف بها الغرب. وبينما تواصل روسيا الضغط على أوكرانيا حول بخموت، قالت وزارة الدفاع في موسكو إن قوتها صدت ما وصفته بهجوم كبير بطائرات مسيرة لقوات كييف على شبه جزيرة القرم، وأعلنت إسقاط 6 طائرات مسيرة وتعطيل 4 أخرى بوسائل إلكترونية. وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف مسيرات شبه جزيرة القرم، حيث يتمركز أسطول البحر الأسود لروسيا التي تستخدم الجزيرة كقاعدة خلفية لهجومها في أوكرانيا. كان هذا آخر ما لدينا من أخبار في هذه النشرة، ولا يتبقى سوى التذكرة بعناوين أهم الأخبار. الرئيس السيسي يصل محافظة المنيا لتفقد مشروعات التنمية.
شكري يؤكد في كلمته أمام مجموعة العشرين على ضرورة تعزيز البنية الاقتصادية الدولية لمساعدة الدول النامية على تجاوز الأزمات. موسكو تطور استراتيجية عسكرية. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى محافظة المنيا لمتابعة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ازاي؟ اخباركوا ايه؟ اخبار المدرسة ايه؟ زي الفل يا ريت كل المدارس تبقى كده. طيب صباح الخير. صباح النور. ازيكم؟ 25 ينفع اطلب منك طلب؟ ايه ينفع تحضني؟ احضنك يا حبيبي تعالى. كان هذا جانبا من وصول الرئيس السيسي لمحافظة المنيا لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها بمدينة المنيا الجديدة في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر. مشاهدينا الكرام شكرا لمتابعتنا، إلى هنا تنتهي النشرة، شكرا وإلى اللقاء.